السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة. السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، أيها الأحباب الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. حديثنا اليوم عن ذكرى غزوة بدر الكبرى. فالأمة الإسلامية قاطبة تستحضر هذه الأيام هذا الحدث الإسلامي الخالد، ذكرى غزوة بدر الكبرى التي وقعت يوم 17 من رمضان من السنة الثانية من الهجرة. معركة حاسمة وقعت بين الحق والباطل، بين الإيمان والكفر، بين الخير والشر. وقعت بين المسلمين من جهة بقيادة الرسول سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وبين قريش وحلفائها من العرب من جهة أخرى بقيادة عمرو بن هشام الملقب بأبي جهل. غزوة بدر الكبرى، لماذا أيها الأحباب الكرام تستحضرها الأمة الإسلامية؟ لأنها أول معركة وقعت في الإسلام، ولأن الله تعالى خلد ذكرها في القرآن، ولأن الله تعالى أنزل ملائكة الرحمن ساندوا المسلمين وأيدوهم ونصروهم. سميت غزوة بدر بهذا الاسم نسبة إلى منطقة بدر التي وقعت فيها المعركة. وبدر هي بئر مشهورة تقع بين مكة والمدينة المنورة، وربنا عز وجل سماها بيوم الفرقان، يوم الفرقان، لأنه فرق فيها بين الحق والباطل، وأعز الإسلام والمسلمين، وأدل الشرك والمشركين. وقد اعتاد المسلمون عبر التاريخ كلما حلت هذه الذكرى إلا ويستحضرون أحداثها، سياق هذه المعركة وأسبابها وتداعياتها. ونحن تبعا لهذه السنة المتبعة عند علماء الأمة وعند صلحاء الأمة، نقوم وإياكم أيها الأحباب الكرام باستحضار هذه المعركة التي وقعت في رمضان. تعلمون جميعا بأن الإسلام جاء كحركة إصلاحية إيمانية، جاء ربنا عز وجل لكي يصلح النفوس وينظم المجتمعات ويقيم الحق والعدل ويجتث الشرك والكرفة والكفر والظلم. ومنذ أن بزغ فجر الإسلام تلقى معارضة قوية من مشركي قريش. قريش كذبت نبيها ورسولها سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم رغم أنه جاء بالآيات البينات الباهرات، وعذبت من اتبعه من المسلمين المستضعفين، بل وشردت الكثير منهم وصادرت أموالهم، بل وزاد اعتدائها، زاد اعتداؤها فقتلت عددا من المسلمين. وقد حاول النبي المصطفى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الذي جاء بالإسلام رحمة ونورا وهدى أن يقنعهم بكافة الوسائل أكثر من 13 سنة. طيلة الفترة المكية حاول أن يقنعهم بالحق والهدى
ولكن المشركين يزدادون في تعنتهم، بل حاولوا قتل نبيهم ورسولهم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. وخصصت قريش فتيانا من جل بطون قبائل مكة ليضربوه ضربة رجل واحد فيتفرق دمه بين القبائل، فيعجز بنو هاشم عن المطالبة بالتأري لدمهم ويقبلون بالدية. هكذا صار الإسلام محاصرا في مكة المكرمة، ثم أمر الله تعالى المؤمنين بالهجرة إلى أي مكان آخر فيه أمن وأمان، فكانت هجرة إلى الطائف، ثم هجرة إلى الحبشة، إلى أن أكرم الله المؤمنين بهجرة إلى المدينة المنورة. ولما ذهب المسلمون إلى المدينة المنورة، ربنا سبحانه وتعالى أقام لهم دولة وأقام لهم مجتمع، ولكنهم تركوا كل أموالهم. حينما هاجروا تركوا أموالهم، صادرتها قريش، وتركوا كل أمتعتهم وصاروا فقراء. لهذا فإن النبي صلى الله عليه وسلم حينما سمحت له الفرصة وأراد أن يقوم باستهداف القوة الاقتصادية لقريش المتمثلة في تجارتها وقوافلها التي كانت تمر عبر طريق المدينة المنورة في اتجاه الشام، فكان يفكر هناك طريقة سهلة لاسترداد الأموال المصادرة، كيف أن قريش من أكبر الأثرياء والأغنياء وأخذوا أموال المسلمين، والمسلمون في مكة لا يكادون يجدون لقمة العيش، ففكر في أن يسترد بعض أرزاقهم باستهداف القبائل التي تمر قريبا من المدينة المنورة. وفي هذا السياق جاءت معركة بدر الكبرى في 17 من رمضان في السنة الثانية للهجرة. تعلمون جميعا أيها الأحباب الكرام أنه منذ بزوغ فجر الإسلام والله تعالى يأمر المسلمين بالصبر، دائما يقول اصبروا وصابروا ورابطوا صبرا آل ياسر فإن موعدكم الجنة. وكان المسلمون ممنوعون منعا كليا عن القتال، ممنوع القتال، منهاجهم هو الإعراض عن المشركين وأعرض عن المشركين. لكن في هذا اليوم في 17 من رمضان ربنا عز وجل سينزل الإذن للمسلمين بالقتال وبالمواجهة، فأنزل الله عز وجل قوله تعالى أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. منذ أن نزلت هذه الآية الكريمة بالمدينة المنورة تم تغيير الوضع من كف وإعراض عن المشركين إلى الإذن لهم والسماح لهم بحمل السلاح والقتال، فبدأ النبي صلى الله عليه وسلم القائد الأعلى للأمة بدأ بالإعداد التربوي والنفسي لأصحابه بأن أي قتال لا بد أن يكون في سبيل الله، يمنع منعا كليا أي قتال إلا أن يكون في سبيل الله وإعلاء كلمة الله لتظل روح الجهاد عالية. ومن ثم جاءت هذه الفرصة أنهم رأوا قوافلهم، قوافل قريش، محملة بالأموال وبالمتاع، وهو من حقهم، رأى أن يسترد بعض هذه الأموال من طرف هذه القوافل، رأى بأن هذا الحل الأنسب للقوة الإسلامية لكي تسترجع بعض حقوقها. وأول شرارة للمعركة ستبدأ بهذا الاعتراض من طرف المسلمين، اعترضوا قافلة تجارية كبيرة كان يقودها أبو سفيان ابن حرب، قافلة تتكون من 1000 بعير، تصور 1000 بعير، 1000 ناقة محملة
بمختلف أنواع البضائع التجارية، من أثواب ومن توابل ومن ذهب وفضة ومتاع كثير. ألف ناقة محملة بمختلف البضائع. كانت قريش عندها رحلتين، رحلة الشتاء والصيف، في الشتاء تنزل نحو اليمن وفي الصيف تصعد نحو الشام، ويأتون بالبضائع من مختلف بقاع العالم. هناك تجارة فيها الهند والصين والسند وغيرها من الدول، المراكز الاقتصادية الكبرى أيام زمان. هذه القافلة كبيرة جدا، 1000 بعير، لكن لا يحرسها فقط سوى 40 فارسا. النبي الكريم قال له: يا رسول الله، هذه فرصتنا لكي نخرج إلى القافلة، نسيطر عليها ونأخذ أموالنا التي سلبت منا. فتحمس بعض الصحابة لهذا الأمر، لكن أبا سفيان وصلته أنباء خروج المسلمين لاعتراض القافلة. أبو سفيان كان عنده عيون، عنده جواسيس، فأخبر بأن هناك محاولات من المسلمين لاعتراض سبيل القافلة، فأرسل يستنجد بقريش. كان عندهم إرساليات، عندهم رسائل سريعة جدا، لم يكن هناك أنذاك هاتف نقال ولا فاكسات ولا غيرها، وإنما كان هناك الحمام والطيور المدربة، تكتب على أوراق فيها معلومات، تربط على أقدامها وتطير إلى أصحابها وتخبرهم بالنبأ. فأبو سفيان أرسل من يبلغ قريشا بأن هناك خطر يعترض القافلة، وأرسل رجل من الجاهليين اسمه ضمضم ابن عمر الغفاري، ذهب إلى مكة المكرمة حتى وصل إلى نادي قريش. نادي قريش هو عبارة عن برلمان كبير يجتمع فيه كبراء القوم. فلما وصل حول رحله وجدع أنس بعيره وشق قميصه من قبل ومن دبر، ودخل مكة وهو ينادي بأعلى صوته يقول: يا معشر قريش، اللطيمة اللطيمة، اللطيمة اللطيمة، أموالكم مع أبي سفيان قد تعرض لها محمد وأصحابه، لا أرى أن تدركوها، الغوت 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 الغوت. هذا المنادي الذي بعثه أبو سفيان كان يحسن البلبلة ويحسن الولولة، فبدأ يلطم خديه وينفش شعره وينادي الغوت الغوت، حتى بت الفزع في قلوب العرب في مكة. هنا أبو جهل المسمى عمرو ابن هشام بدأ يحرض قريش ويقول: هيا بنا نخرج لحماية أموالنا. لكن بعد سويعات جاءتهم أنباء بأن أبا سفيان غير مساره ومسيره وأنقذ القافلة، صار نحو الخط البحري بعيدا عن المدينة المنورة، وبالتالي قال لهم: إذا لا داعي للخروج فقد أنقذت القافلة. لكن أبا جهل عمرو بن هشام قال: وقد خرجنا الآن، هيا بنا نواصل طريقنا. فصار يحرض قريشا على قتال محمد وأصحابه، يقول لهم: لابد أن نستغل هذه الفرصة لكي نوجه ضربة قاصمة للمسلمين، إنها فرصتنا لكي نفرض هيبة قريش على القبائل العربية، فرصة جاءت لإبادة المسلمين ولا يجب أن تفوتهم. ومن ثم بدأ أبو جهل يجيش الجيوش ويحرض كل ساكنة العرب مكة ومن حولها ليكونوا جيشا كبيرا، فيضرب جماعة المسلمين ضربة واحدة ويقضوا على الإسلام ويقتلوا نبي الإسلام. لكن تطور مفاجئ في هذه الأحداث، لقد علم رسول الله صلى الله عليه وسلم بخبر تغيير القافلة مسارها، وأن جيش مكة خرج
وواصل مسيره بالرغم من نجاة قافلتهم، ورأى أن الرجوع يدعم المكانة العسكرية لقريش في المنطقة ويضعف كلمة المسلمين. ليس هناك ما يمنع المشركين من مواصلة مسيرهم إلى المدينة وغزو المسلمين بها. هنا سيدنا النبي رأى بأن هذا التطور المفاجئ في الأحداث لم يكن في الحسبان. لم يكن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم ينوي أن يدخل في عراق، كان فكل ما كل همه أن يسترجع أموال القافلة. لكن الآن وقد وقع الذي وقع، جيش في مواجهة جيش، فسرع النبي صلى الله عليه وسلم إلى عقد مجلس عسكري طارئ مع أصحابه، وبين لهم خطورة الموقف، إذ إنهم مقدمون على أمر لم يستعدوا له كامل الاستعداد، حيث خرجوا لأمر بسيط هو القافلة وأموالها، لكنهم الآن صاروا في وضع وفي موقف صعب. عقد النبي صلى الله عليه وسلم هذا المجلس، مجلس الشورى مع صحابته الكرام، ما كان له أن يتخذ رأيا أو موقفا، كان يعلم صحابته أنه إذا أراد أن يأخذ قرارا لابد أن يكون جماعيا ليس فرديا. فاستشارهم بالخروج لاعتراض عير أبي سفيان ومواجهة المشركين، فأبو بكر رضي الله عنه قام موافقا ومؤيدا ذلك، ثم قام بعده عمر بن الخطاب مؤيدا ذلك، ثم قام المقداد ابن عمرو وأكد الموافقة وقال كلاما بليغا رائعا، قال يا رسول الله امضي امضي لما أراك الله فنحن معك، والله لا نقول لك كما قالت بنو إسرائيل لموسى اذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون، ولكن نقول لك يا رسول الله اذهب أنت وربك فقاتلا إنا معكما مقاتلون، فوالذي بعثك بالحق يا رسول الله لو سرت بنا إلى برك الغماد لجالدنا معك من دونه حتى تبلغه. وبدأ يقول كلاما هكذا والصحابة يهتفون. حين ذاك معظم المهاجرين كانوا على وفاق، المهاجرون قالوا هذه فرصتنا، نحن مدة طويلة سنين طويلة في مكة دامت 13 سنة كنا نعذب وكنا نحاصر وسلبت أموالنا، فرصتنا لكي نقوم بالهجوم. لكن الأنصار لم يتفقوا على ذلك، الأنصار اتفقوا مع النبي صلى الله عليه وسلم أنهم يأووه إلى بلادهم ويحموه، ولم يكن اتفاق مع النبي صلى الله عليه وسلم أنهم يخرجوا معه للجهاد، كان فقط الإيواء والحماية. هنا ستتزعزع قلوب فريق من الناس، وفريق آخر خافوا من هذا اللقاء الدامي، لأن قريش قوية وعددها كثير والمسلمون قلة وما عندهم سلاح، فشعروا بالخوف. هنا بدأت تنزل آيات قرآنية من السماء تصف أمرهم، كما قال الله عز وجل بعد بسم الله الرحمن الرحيم في سورة الأنفال، كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون يجادلونك في الحق بعدما تبين كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون، وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون. هذه الآيات البينات تصور الحالة النفسية للمسلمين، ليسوا كلهم على قلب رجل واحد، هناك مؤمنون متقدمون مسارعون في الخيرات، وهناك فريق من المؤمنين كارهون يجادلون ويخافون ويتراجعون وكأنهم يساقون إلى الموت وهم ينظرون. نبي الإسلام نبي الرحمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم
كان لا يقرر أمرا إلا بعد الاقتناع والإجماع. فتوجه إلى الأنصار ليقرر موقفهم ويثبت رأيهم قبل المعركة. فهم كانوا محتضنين للدين الجديد فقط. البيعة التي كان الأنصار عقدوها لرسول الله صلى الله عليه وسلم لم تكن تتضمن في شروطها القتال، فالبيعة تتضمن الإيواء والحماية ومنعه من أن يظلموه، لذلك لم يكونوا ملزمين بشيء خارج المدينة المنورة. فحرص النبي صلى الله عليه وسلم على التحقق من موافقتهم، فقال مرة ثانية: أشيروا علي أيها الناس، أيها الناس أشيروا علي. فبدأ القيل والقال: هل نخرج للمعركة؟ أمر ليس بالهين، أمر خطير، مسألة موت أو حياة. بدأ القيل والقال وبدأت المناقشات والجدال. فما كان من الصحابي الجليل سعد بن عبادة وهو القيادي البارز ضمن صفوف الأنصار إلا أن قام قائلا: يا رسول الله، والله لكأنك تريدنا. قال: أجل، أريدكم. فقال سعد بن عبادة: أجل يا رسول الله، فقد آمنا بك وصدقناك وشهدنا أن ما جئت به هو الحق، وأعطيناك على ذلك عهودنا ومواثيقنا على السمع والطاعة، فامضي يا رسول الله لما أردت، فوالذي بعثك بالحق، لو استعرضت بنا هذا البحر فخضته لخضناه معك، ما تخلف منا رجل واحد، وما نكره أن تلقى بنا عدوا غدا، وإنا لصبر في الحرب صدق في اللقاء، ولعل الله يريك منا ما تقر به عينك، فسر بنا على بركة الله يا رسول الله، سر بنا على بركة الله. لما سمع النبي صلى الله عليه وسلم هذا الكلام الحماسي من سعد سر بما قاله المهاجرون والأنصار، ثم صعد فوق ناقته وقال: أيها الناس سيروا وأبشروا، فإن الله تعالى قد وعدني إحدى الطائفتين، سيروا وأبشروا فإن الله قد وعدني إحدى الطائفتين، بمعنى أن النصر جاءه إخبار من السماء سيكون حليف المسلمين، ربنا أخبره بالنتيجة قبل أن تقع المعركة. فخرج سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ومن معه من المسلمين. الخروج كان في اليوم 12 من شهر رمضان، شهر الصيام والقيام. وسمع المشركون بأن المسلمين صاروا يصومون، أول سنة شرع الصيام بالطريقة المنظمة المعروفة فقهيا، وقال المشركون: ما دام المسلمون صائمون لا يأكلون ولا يشربون فإننا سوف نتغلب عليهم. لما خرج النبي الكريم، خرج مع الرجال، ترك النساء وترك الأطفال في المدينة المنورة وترك العجائز وترك المرضى، وكلف عبد الله بن مكتوم بالصلاة بالناس في المدينة المنورة. هو رمضان لابد أن يواظب على الصلاة ويواظب على الشعائر الدينية. فالنبي الكريم عين من يكون نائبا له في إمامة المسلمين، وعين هذا الرجل الذي كان ضرير، كان مكفوف، كان أعمى، عبد الله ابن أم مكتوم. لماذا أكرمه بأن عينه إماما للصلاة على المسلمين؟ لأن ربنا عز وجل خلد ذكره في القرآن في سورة عبس: عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى. فأعطاه النبي الكريم هذه الرتبة أنه صار إمام المسلمين في غيبة النبي الكريم. حين خرج الرسول صلى الله عليه وسلم من المدينة، كما ذكرنا أيها الأحباب، لم يكن في نيته قتال، وإنما كان كل قصده عير قريش التي فيها أموالهم وفيها مصالحهم التي استولت عليها قريشا ظلما وعدوانا. عدد المسلمين في بدر كان قليل، 300
وبضعة عشر رجلا، معهم فرسان وسبعون جملا. أما جيش قريش كم كان عدده؟ كان 1300 مقاتل. المسلمون لم يكونوا مقاتلين، كانوا رجال بغير سلاح إلا القليل، لكن قريش عندها 1300 مقاتل، عندهم سيوف ودروع وخيول، وعندهم نبال وعندهم رماح وغيرها. كان معهم 100 فرس و600 ذراع وجمال كثيرة لا يعرف عددها بالضبط، وكأنها غمامة صيف تمر من بعيد. نظرا لقلة عدد البعير مقارنة بعدد المسلمين، فإن المسلمين في الطريق كانوا يتناوبون على ركوب البعير، مما يروي عبد الله بن مسعود قال: كنا يوم بدر كل 3 على بعير، كان أبو لبابة وعلي بن أبي طالب زميلي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانت عقبة رسول الله، فقال: نحن نمشي عنك يا رسول الله. فقال: ما أنتما بأقوى مني، ولا أنا بأغنى عن الأجر منكما. فتصوروا كل 3 على بعير يتناوبون، وسيدنا النبي وهو في هذه السن حوالي 56 سنة، ولما تأتي الحر والصيام والعقبة، ومع ذلك هؤلاء الشباب أبو لبابة وعلي بن أبي طالب كانوا معه يتعاقبون على البعير، يطلبون منه أنه يبقى راكبا وهم يمشيان، فقال: لا لا أبدا، ما أنتما بأقوى مني، ولا أنا بأغنى عن الأجر منكما، هذا أجر وثواب عظيم. في الطريق اعترض النبي صلى الله عليه وسلم بعض الصبية وبعض الغمان، قالوا: يا نبي الله، نريد أن نجاهد معك. فردهم وقال: ليس لكم قدرة على المضي والقتال مع جيش المسلمين. ردهم، رد البراء بن عازب ورد عبد الله بن عمر لصغارهما وغيرهم، ردهم لأنهم لم يشتد عددهم. وفي أثناء السير أحد المشركين في إحدى القبائل رأى بأن المسلمين واثقين من النصر، فرغب بالقتال معهم طمعا في أن يأخذ الغنائم. فالنبي الكريم قال له: ارجع، فإننا لا نستعين بمشرك، نحن رغم أننا في أحوج ما نكون إلى من يساعدنا ويعيننا، ولكن هذه حرب فيها الإيمان واليقين، ولا نستعين بمشرك. وقد أخذها العلماء كقاعدة فقهية أنه لا ينبغي الاستعانة بالمشركين في مواجهة المسلمين، بل أن نواجه المشركين أمثالهم. حتى إن هذا الرجل المشرك كرر المحاولة وطلب من النبي الكريم أن يشاركهم في الحرب، لكن النبي الكريم رفض، رغم أنه كان قوي وكان مسلح وقال بأنه سوف يكون في خدمة المسلمين، رفض النبي الكريم حتى أسلم هذا الرجل. ولما أسلم التحق بالمسلمين وعانقه المسلمين وكبروا وهللوا، وانطلقت الكتائب على بركة الله. كان اللواء الأبيض هو لواء المسلمين، الراية التي يضعها المسلمون هي اللواء الأبيض وليس أسود كما هو واقع الآن في بعض الجماعات الإسلامية التي تريد أن تعيد أمجاد الإسلام بشكل خاطئ. فكان اللواء الذي يحمله النبي صلى الله عليه وسلم القائد الأعلى للأمة كان لواء أبيضا. ثم إن النبي الكريم بدأ يستعمل المنطق ويستعمل التخطيط والاستراتيجية في هذه الحرب، فقد قسم النبي الكريم جيشه إلى كتيبتين كبيرتين: كتيبة المهاجرين بقيادة علي بن أبي طالب، وكتيبة الأنصار بقيادة سعد بن معاذ. فهذا تقسيم مهم، لأن المسلمين في المدينة كانوا في الأصل فريقين، هناك الأنصار أصحاب المدينة، وهناك المهاجرين الذين قدموا من مكة، فلا بد أن يكون هناك تمييز لكي يكون الحماس قويا. والنبي الأكرم اختار
أشد وأقوى القادة، فكان علي بن أبي طالب قوي ومتحمس، جعله على قيادة المهاجرين. وتعلمون أنه هو الذي تأخر في يوم الهجرة ونام وتدثر بثوبه الأخضر الحضرمي. والأنصار جعل على قيادتهم سعد بن معاذ صاحب الخطبة العصماء الذي قال: سر على بركة الله. ثم النبي الكريم سوف يقسم الجيش إلى ميمنة وإلى ميسرة. أما الميمنة فجعل على قيادتها الزبير ابن العوام، وأما الميسرة فجعل المقداد ابن عمرو. فهناك اليمين وهناك الشمال، حراسة مستمرة من تسرب العدو. ثم جعل الساقة وجعل القيادة. القيادة تكون في القمة، والساقة تكون في الخلف. فالساقة جعل عليها قيس ابن أبي صعصعة، أما القيادة في الأمام، القيادة العامة، ظلت في يد النبي صلى الله عليه وسلم القائد الأعلى للأمة. بالمقابل كان القائد العام لكفار قريش هو أبو جهل عمرو بن هشام، وكان له خصام لدود مع الدين، يكره الإسلام ويكره المسلمين ويمقت القرآن ويتمنى زواله من الأرض. فكان يحمس المشركين ويدعوهم لكي يكونوا أقوياء ومتحمسين، هذه فرصتهم للقضاء على الإسلام. فكان بعض المسلمين يقولون، بعض المشركين يقولون: هؤلاء منهم أبناؤنا وأبناء عمومتنا، فهل بدأوا يتراخون. فهنا ظهر إبليس. إبليس دائما حاضر في المجتمعات والتجمعات والاجتماعات، كلما كان هناك تجمع وفيه أخذ قرار بين أشخاص متعددين الرأي والرأي الآخر، لابد أن يحضر إبليس. يحضر في كل تجمع، حتى بين الزوج وزوجته إبليس يحضر معهما، حتى في الفراش: وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم وما ينعم الشيطان إلا غرورا. أي تجمع في الأسواق، تجمع سياسي، تجمع نقابي، تجمع في البرلمان، تجمع في مجالس منتخبة، لابد أن يحضر بين الفينة والأخرى إبليس. في مناظرة كلامية يحضر إبليس. دوره هو أنه يفسد على أهل الإيمان، وهنا مكان دسم لإبليس. فتمثل على صورة رجل معروف عند العرب يسمى سراقة بن مالك، كان أحد أشراف كنانة. ظهر إبليس هذا في صورة رجل غريب من الأعراب، وبدأ يحمس المشركين وبدأ يغير صدورهم على الإسلام والمسلمين، وقال لهم: لا غالب لكم اليوم من الناس وأنا جار لكم، لا غالب لكم اليوم من الناس وأنا جار لكم. بدأ يوسوس لهم بأن النصر سوف يكون حليفهم، وبدأوا يستهينون بقوة المسلمين. فخرج المشركون سراعا، وقد نزل قول الله تعالى في القرآن الكريم يصف هذه الواقعة. قال ربنا عز وجل: وإذ زين لهم الشيطان أعمالهم وقال: لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم، فلما تراءت الفئتان نكص على عقبيه وقال: إني بريء منكم إني أرى ما لا ترون إني أخاف الله والله شديد العقاب. هكذا يخلد القرآن الكريم غزوة بدر، ويخلد هذه الأحداث وتفاصيلها. عندما أمن أبو سفيان على سلامة القافلة، أرسل إلى زعماء قريش وطلب منهم العودة إلى مكة. قال لهم: المشكل انتهى، القافلة أمننا على سلامتها، لا داعي للحرب. لكن أبا جهل قام فقال: والله لا نرجع حتى نرد بدرا فنقيم بها ثلاثا، فننحر الجسور ونطعم الطعام ونسقى الخمر وتعزف لنا القيام وتسمع بنا العرب وبمسيرنا وجمعنا، فلا يزالون يهابوننا أبدا. إنها العجرفة العربية الجاهلية المشركة.
كان بالإمكان أن يتفادى هذه الحرب، لكن أعماه إبليس. في معسكر قريش أخذهم العجب والكبرياء، فكانوا قد نصبوا الخيام ووضعوا متاعهم، وكانوا كل يوم ينحرون الجزور، ينحرون أعداد كبيرة من الجمال والنوق، وكانوا يسقون الخمر، عندهم براميل قوية في الخمر كثيرة، وذهب معهم المغنيات والعازفين والراقصات يعزفون عليهم ويغنون ويطربون، وكانوا مستعدين للمواجهة في عجب وكبرياء. ليلهم كله رقص وغناء ومجون وشرب خمر وغير ذلك من الموبقات. هذا في المعسكر المشركين. أما معسكر المسلمين كان قريبا منهم على بعد كيلومترات، رغم قلة عددهم وعددهم، فكانوا يقضون ليلهم في ذكر الله. كانوا بالنهار صائمين وبالليل قائمين، يتلون كتاب الله أطراف الليل وأناء النهار، ويذكرون مولاهم ويدعون الله عز وجل أن يثبت خطاهم. لم يكن معهم إلا القليل من الطعام والشراب، ويكثرون من الذكر ومن قيام الليل، وبالنهار صائمين لأنه كان رمضان. رسول الله صلى الله عليه وسلم كان مثل الشمعة التي تضيء للآخرين دون أن تحرق نفسها. كان صلى الله عليه وسلم يشجع أصحابه، وهذا التشجيع كان له أثر كبير في نفوسهم ومعنوياتهم. كان يقول: قوموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض، قوموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض. فالصحابة يفرحون بأن إن فازوا بالنصر سيكونوا سعداء، وإن أكرمهم الله تعالى بالشهادة فسوف يبيتون في الجنة عرضها السماوات والأرض. وكان يقول: سيروا وأبشروا، فإن الله تعالى قد وعدني إحدى الطائفتين، والله لكأني أنظر إلى مصارع القوم. كان يخبرهم بالذي سوف يقع، مصارع القوم، بأن المشركين رغم قوتهم وكثرة عددهم وعدتهم فإنهم سوف يكون صرعا. كان يبشر المسلمين بالنصر قبل بدء القتال، فيقول: أبشر يا أبا بكر، أبشر يا أبا بكر. ووقف يقول للصحابة: والذي نفس محمد بيده، لا يقاتلهم اليوم رجل فيقتل صابرا محتسبا مقبلا غير مدبر إلا أدخله الله الجنة، إلا أدخله الله الجنة. حماس قوي، تشجيع عظيم، تأثير في النفوس، رفع للمعنويات. فبدأ الصحابة يكبرون ويهللون رغم جوعهم وعطشهم. ولما بدأ السباق نحو ماء بدر، فغزوة بدر كناية عن البئر الذي فيه الماء، لأن في المعركة الشيء المهم لابد أن يكون عندك مورد الماء. فماء البئر كان بين كلا الفريقين، فاختار النبي صلى الله عليه وسلم في الأول موضعا لمعسكر المسلمين، لكن الصحابي الجليل الخبير في شؤون الحرب، خبير استراتيجي يسمى الحباب ابن المنذر، لما رأى اختيار النبي الكريم لهذا الموقع سأله: يا رسول الله، هذا المنزل أنزلكه الله؟ فليس لنا أن نتقدم عنه أو نتأخر، أم هو الرأي والحرب والمكيدة؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: بل هو الرأي والحرب والمكيدة. فاقترح عليه أن ينزل عند أقرب الآبار إلى المشركين، ثم يقوم بردم بقية الآبار ليحرموا جيش المشركين من الماء. فالنبي الكريم قال: نعم الرأي هذا، أعجب بالفكرة ووضعها قيد التنفيذ. لاحظوا أيها الأحباب الكرام كيف كان الصحابة يفهمون سنة النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم. لما قال النبي الكريم كلام سأله: هل هذا الكلام وحي من السماء أم هو مجرد رأي من عندك يا رسول الله؟ الصحابة كانوا يعلمون بأن ليس كل أقوال النبي وأفعاله وحي من السماء، هناك ما هو وحي وجب اتباعه
وهناك ما هو من الأمور الشخصية أو الأمور الاعتيادية. فالنبي الكريم قال هذا أمر اعتيادي من عقلي من تدبيري، ليس وحي من سماء. فقال يا رسول الله عندي اقتراح أفضل، ننزل عند أقرب الآبار لكي نقطع على المشركين الماء، لأن الماء ضروري في المعركة. فالنبي الكريم لما اقتنع وأعجب بالفكرة وضعها مباشرة قيد التنفيذ. لاحظوا بأن الرئيس الأعلى يستمع لعموم القادة ولعموم الجنود ويأخذ برأيهم ويكون مرنا. ثم بعد ذلك بدأ الصحابة لما رأوا سيدنا النبي منفتح وأنه يقبل بالرأي والرأي الآخر قائد أعلى، يعني ليس هناك نوع من الجدار الصامت، بدأ كل منهم يقترح اقتراحا. فجاء سعد بن معاذ باقتراح جديد فقال يا رسول الله إني أرى أن نبني عريشا على مكان مرتفع يكون مكانا للقيادة والاطلاع على مجريات الأحداث، نبني عريش عالي ويكون القائد الأعلى من فوق ينظر للأشياء من أعلى. فالنبي الكريم أعجب بالفكرة واستحسنها ووضعها مباشرة قيد التنفيذ، فشرعوا في بناء عريش مرتفع يصعد عليه القائد الأعلى. ثم اقترح آخر قال يا رسول الله علينا أن نبعث جواسيس لكي ينظروا مدى قوة المشركين. فاستحسن النبي الكريم الفكرة وبعث بعض العيون لكي يستطلعوا أخبار المشركين، وجاءهم بالأخبار. قال لهم كم ينحرون من الجزر أي من الإبل؟ قالوا 10 كل يوم، كل يوم ينحرون 10 إبل. فعلم النبي صلى الله عليه وسلم أن عدد المشركين يقارب 1000 مقاتل، بمعنى أن كل إبل يجتمع عليه 100 نفر، 10 إبل في اليوم يعني يتجاوز عددهم 1000 مقاتل، وهذا العدد يفوق المسلمين من حيث العدد والعدة. فهنا النبي الكريم لما علم قوة المشركين وكثرة عددهم وأنهم مدججين بالسلاح نهض يدعو ربه بعد أن أقام الوسائل، بعد أن بنى العريش، وبعد أن وضع مكان البئر بدر، وبعد أن وضع الجواسيس، وبعد أن نظم كل شيء ووضع خطة عسكرية منظمة، آنذاك لجأ إلى ربه، لجأ إلى ربه يدعوه، لجأ إليه يستغفره وينوب إليه، فقال اللهم أنجز لي ما وعدتني، اللهم أنجز لي ما وعدتني، اللهم إن تهلك هذه العصابة من أهل الإسلام لا تعبد في الأرض. وبدأ يبكي النبي الكريم ويناجي ربه ويستغيثه لكي ينصره على هؤلاء المشركين. فجاءت أول بوادر النصر الإلهي، ربنا عز وجل تلك الليلة سيؤيد المؤمنين بالنعاس. المسلمون شعروا لما صلوا صلاة العشاء شعروا بنوم عميق وكأن ريحا هبت فجعلتهم كلهم ينامون نوما عميقا. والإنسان إذا نام نوما عميقا فإنه يصبح أكثر نشاطا وأكثر قوة، فكان سببا في إزالة الخوف وبث السكينة في نفوسهم. إلى أن جاء الفجر فأرسل الله عليهم أمطار خير وبركة، أمطار الخير مع آذان الفجر أنعشتهم، وكأنهم أخذوا حمام بارد منعش لكي يستعدوا للمواجهة. ثم تلك الأمطار جعلت الأرض تتماسك تربتها من تحت أرجلهم، فلاحظوا بأن هذه أولى بوادر النصر الإلهي، وقد سجل القرآن الكريم هذه اللحظات الإيمانية. فقال الله تعالى إذ يغشيكم النعاس أمنة منه وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجس الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام. ففرح المسلمون
هذا العناية الإلهية، ثم بدأوا ينتظرون ساعة المعركة. ما هي إلا سويعات حتى جاءت فترة الحسم، الفترة التي التحم فيها الفريقان، فريق المؤمنين وفريق المشركين، وتعالت التكبيرات الله أكبر الله أكبر، والمشركون يقولون هبل واللات والعزى ويضربون بالدفوف ويزمرون في المزامير، والمسلمون يكبرون ويهللون، يتقدمهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولما اشتدت المعركة لاحظوا بأن النبي محمدا صلى الله عليه وسلم كان أول من يخوض المعركة، كان في المقدمة، كان يصول ويجول في أرض المعركة كأنه جيش وحده، كان يهتف قائلا قوموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض، قوموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض، يحمس صحابته. وكلما رأى هناك تهاونا أو رأى هناك ضعفا أو تراجعا كان يهتف قائلا سيهزم الجمع ويولون الدبر، سيهزم الجمع ويولون الدبر. وصار المسلمون مع المشركين في العراق، وهنا ابتكر النبي صلى الله عليه وسلم أسلوبا جديدا في قتال الأعداء لم يكن معروفا من قبل عند العرب، وهو نظام الصفوف، القتال عن طريق نظام الصفوف. وقد فهمه النبي الكريم من سورة الصف، ربنا أنزل عليه سورة الصف فيها قوله تعالى إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص، إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص، أي على هيئة صفوف الصلاة. فبدأ المسلمون صفا صفا، ولكن رغم كل ذلك فإن أعداد المشركين كثيرة وجيشهم كبير وخيولهم كثيرة وفرسانهم كثر وسلاحهم كثير والمسلمون قلة، فماذا كان أن يفعل النبي الكريم؟ كان يستغيث بربه، وكان لما يرى الهجوم الصريع على المسلمين كان يأخذ كفا من الحصى، ضاع سلاحه، سقط منه سيفه ورمحه، فأخذ النبي الكريم بكفه الحصى من الأرض، كان يحمل الحصى ويقول بسم الله الله أكبر ويرمي الحصى، يرمي بها في وجوه المشركين فتسقط عليهم كالقنابل المميتة. ورأوا هذه المعجزة، هذه من معجزات النبي الكريم، أنه لما سقط عنه السيف والرمح ولم يبق له إلا الحصى في الأرض يحمله بيده ويقول بسم الله الله أكبر ويرمي في وجوه المشركين تسقط عليهم فيتساقطون هلكا. وصدق ربنا عز وجل حينما قال وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. لكن مع كل ذلك فإن أعداد المشركين كثيرة وسلاحهم كبير وقوتهم لا تستهان بها والمسلمون قلة، فواصل النبي الكريم صلى الله عليه وسلم التضرع إلى الله والدعاء بأن ينصره وأن يؤيده بالملائكة. هنا سبب احتفال الأمة الإسلامية بغزوة بدر، لأنه سوف يشارك فيها الملائكة. فأوحى الله تعالى إلى نبيه وهو في وسط معركة الحرب، أوحى إليه بعد بسم الله الرحمن الرحيم إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين. إذا كان عدد المشركين ألف مقاتل فإن الله تعالى سوف يؤيد المسلمين بألف من الملائكة مردفين، ملائكة مسلحين، جاء المدد الإلهي بقوات مساندة من آلاف الملائكة يقودهم جبريل عليه السلام. جبريل هو القائد الأعلى للملائكة وحوله آلاف من الملائكة، حتى إنهم دخلوا إلى المعركة والصحابة كانوا يسمعون أصواتهم وكانوا يرون رؤوسا تسقط على الكواهل من غير قطع ولا ضرب،
إنها رؤوس تسقط وأجساد تموت من غير خطع ولا ضرب، فعلموا بأن هناك ملائكة الرحمن مؤيدين من عند الله، فصاروا يكبرون ويهللون. وأمر الله عز وجل ملائكته بأن يثبتوا قلوب المؤمنين. قال الله عز وجل: أني معكم فثبتوا الذين آمنوا فألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان. كان المدد من الله أعداد من الملائكة، ليس ملكا واحدا على الرغم من كفايته، لو بعث الله ملك واحد يكفي، لكن الله تعالى أراد أن يبشر المؤمنين بعدد الملائكة يعادل عدد الجنود لقطاع المشركين، وهذا كله بشرى. فقال الله تعالى: وما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن به قلوبكم. وقد جاء في صحيح البخاري لما النبي الكريم يخاطب جبريل في الحديث، قال له: ما تعدون أهل بدر فيكم؟ قال: من أفضل المسلمين. أهل بدر من أفضل المسلمين. قال: وكذلك من شهد بدرا من الملائكة. فهؤلاء الملائكة بعثهم الله تعالى من أفضل الملائكة، حتى الملائكة هم مراتب، فهم في قيمتهم ومقامهم كأهل بدر. وبدأت أمارات الفشل والاضطراب تظهر في صفوف المشركين، واقتربت المعركة من نهايتها، وبدأت جموع قريش تفر وتنسحب. وهنالك قتل القائد العام لجيش المشركين لزعيم قريش، قتل أبو جهل. وانجلت المعركة عن خسارة فادحة لقريش، قتل 70 رجلا من أشرافهم، وأسر منهم 70، بينما لم يقتل من المسلمين سوى 14 شهيدا. ثم اطلع الله إلى أهل بدر وقال: يا أهل بدر اعملوا ما شئتم فإني قد غفرت لكم. يا أهل بدر اعملوا ما شئتم فإني قد غفرت لكم. أهل بدر صاروا مرفوع عنهم القلم، لا يحاسبهم الله تعالى على ما فعلوا، لأنهم أثبتوا قوة إيمانهم ويقينهم. ثم عاد النبي الكريم صلى الله عليه وسلم بالأسرى إلى المدينة، فكان فداء بعضهم بالمال، من لم يكن له مال وكان يحسن القراءة والكتابة أعطوه 10 من الغلمان المسلمين يعلمهم، فكان ذلك فداؤه. سيدنا النبي كان عنده رغبة في توطيد العلاقة، فكان يفديهم بالمال، من ليس عنده مال ويعلم القراءة والكتابة يعلم أبناء المسلمين القراءة والكتابة، لأن العلم نور والجهل ظلمات، فكل من علمهم القراءة والكتابة أعطاه الفداء. وسبحان الله، لما يمكث المشرك بين المسلمين يعلم أبناء المسلمين القراءة والكتابة، ما هي إلا أسابيع حتى يتعلمون الكتابة والقراءة، وهو ما هي إلا أسابيع حتى يدخل إلى قلبه الإيمان فيسلم، ويقال له ارجع إلى قريش، يقول له: لقد هداني الله تعالى إلى الإسلام. أما عن تداعيات هذه الغزوة الكبرى، غزوة بدر، فقد انتهت بالنصر المؤزر للمسلمين والهزيمة الساحقة للمشركين، ولهذا خلد ربنا عز وجل ذكرها في كتابه العزيز فقال: ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة، ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون. ولهذا ربنا سماها بيوم الفرقان، قال: يوم الفرقان يوم التقى الجمعان، لأن فرق فيها بين الحق والباطل. فكان من نتائج المعركة الحاسمة أن ظهر المسلمون رقما صعبا في معادلة شبه الجزيرة العربية، بعد أن ما كانوا في عيون خصومهم مجرد مجموعة هشة ستذهب مع مهب الريح مع أول نفخة من قريش وحلفائها. أما قريش فقد أصيبت في مقتل، إذ أن هيباتها ضربت بعد أن كانت تختال على القبائل بأنها محض البيت العتيق ومحض القوة والمنعة، تلقت هزيمة بشعة وقتل رموزها في هذه المعركة. إلى جانب ذلك ماتت شرايين اقتصادها بين أيدي المسلمين،
يقطعونها متى شاءوا. فالقوافل التي تغذي الاقتصاد المكي لم تعد تسير بنفس الطريقة، بل وجدت قريش نفسها ملزمة باتباع خط سير طويل في طرق لم تألفها لتبتعد عن خطوط السير العادية التي تمر بها عبر المدينة المنورة. وحتى هذا الحل لم ينفع قريشا لأن المسلمين قطعوا عليهم. أما بالنسبة للأعراب المحيطين بالمدينة فقد أزعجهم قيام قوة إسلامية جديدة أعلنت نفسها بهذا الوضوح عبر نصر سريع وحاسم على أعتى قوة عربية في المنطقة ممثلة في قريش، فقرر العرب التجمع لضربها. 7 أيام بعد نصر بدر تجمع العرب لكي يقضوا على المسلمين من جهة، فما كان من النبي صلى الله عليه وسلم إلا أن جمع المسلمين وخرج أولا إلى بني سليم الذين سارعوا للفرار إلى الجبال بعدما رأوا المسلمين ولم يجرؤوا على مواجهتهم. هذا النصر الساحق الذي تحقق ببدر أفرز طائفة جديدة في المدينة المنورة، وهي الطائفة التي عرفت في التاريخ بالمنافقين، إذ أنهم اضطروا لاعتناق الإسلام تقية بعدما كانوا يوعدونه في البدايات. فثبوت قوة المسلمين لم تترك لهم مجالا للمناورة إلا عبر باب النفاق، فيحفظوا مصالحهم ويستطيعوا الدفاع عن تحالفهم. ورغم نجاح قريش في توجيه ضربة قوية للمسلمين في معركة أحد في السنة 3 للهجرة بعد مخالفة عدد من الرماة أمر النبي الكريم بالتزام أماكنهم، فإن قريشا لم تسعد أبدا بما حققته، إذ سرعان ما التأم صف المسلمين من جديد وانطلقت المسيرة، مسيرة النصر، مسيرة رفع كلمة الله، إلى أن انتهت ختاما بفتح مكة المكرمة. فتحت مكة المكرمة في 20 من رمضان في السنة 8 للهجرة، وهنا نزل قول الله تعالى بعد بسم الله الرحمن الرحيم: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. هكذا أيها الأحباب الكرام نفهم غزوة بدر، فيها عبر وعظات حتى نعلم أن أشهر رمضان هي عمل وجد وكفاح، وربنا عز وجل وعد بالنصر لمن اعتصم بحبل الله المتين. فقوة المسلمين في اعتصامهم بالقرآن العظيم، وربنا قرر قائلا: إن ينصركم الله فلا غالب لكم، إن ينصركم الله فلا غالب لكم، وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده، وعلى الله فليتوكل المتوكلون. اللهم انصر الإسلام واهد المسلمين، اللهم وحد صفوف الإسلام ووحد المسلمين على كلمة التقوى والتوحيد، وارفع راية الإسلام خفاقة في كل مكان. آمين آمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أيها الأحباب الكرام، يسعدنا أن نستقبل مكالماتكم. أرقامنا 6 موضوع رهن إشارتكم جميعا، وهي 05-22-88-00-60 أو 61 أو 62 أو الرقم الهاتفي 05-22-46-72-50 أو 51 أو 52. أثناء هذه الأنشودة كنا مع مكالمة خاصة من طرف أختنا أم سلمة من دار البيضاء، ترجو من السادة المستمعين أن يدعو لها دعوة خير. تقول بأنها طلقت من طليقها ومعها بنية، ولكن الطليق للأسف يؤمن بالشعوذة ويؤمن بالسحر ويرمي عليها عددا من هذه الأعمال الشيطانية لكي يؤذيها. هي لا تريد منه شيئا، هي فقط تريد أن تبدأ حياة جديدة مع ابنتها
مكافحة مشمرة على سائدها تكسب قوت طعامها بعرق جبينها، لكن المشكلة أنها دوما في صراع مع طليقها، ويبدو بأن لا حل إلا إذا تزوجت. ما دامت هي مطلقة ولا تزال بمفردها، فإن زوجها ربما قد يشتاق إليها، ربما قد يطمع في العودة إليها، خصوصا وأن معها فلدة كبده، هذه البنية سلمى. ومن ثم فهي تتمنى على الله عز وجل أن يرزقها زوجا صالحا. أختنا هي في الأربعينات من عمرها وتتمنى زوجا صالحا. اللهم يا رب يا كريم، في هذه الساعة المتأخرة من الليل، أختنا أم سلمى من الصالحات الكريمات المعدبات في الأرض. اللهم يا ربي فرج عنها همها، ونفس عنها كربها، واقض عنها حوائجها، واصرف عنها السوء والأذى، واكتب لها مكاتب الخير، واختر لها من عندك زوجا مباركا يسعدها، ويبدأ معها حياة نظيفة مبنية على الإيمان واليقين والسلم والسلام. اللهم عجل لها بالفرج، اللهم عجل لها بالفرج، وأخر عينها بابنتها، وأصلحها وتولها بعنايتك ورعايتك. اللهم عجل لها بالخير والبركة. قولوا معنا جميعا أمين. آمين آمين يا ربي يا كريم. نتحول أيها الأحباب الكرام إلى إقليم باب الرد. معنا الأخت الوزنة. السلام عليكم عم الحاج. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عم الحاج كنتين على بصر الله. الله يطول عمرك بنتي. أولادك لابس الليهم، العائلة كل شيء مزيان، حفظك الله ورعاك الله. والله وش المباركة، خلي لكم الصحة والسلامة وطول عمر إن شاء الله يا ربي يا كريم. وكان شكركم عمي، وكان شكر الأخ سامي، وكان شكر الطاقم من راديو من الصباح حتى المساء. الله يوفقكم، الله يعطيكم، أتمنى أفضلكم كاملين عمي الحاج. يا رحمن يا رحيم يا رب. عمي الحاج بغيت يعني بغيتكم تدعوا معايا. لا إله إلا الله. ألو عمي الحاج. لدى الوزنة أنك نعرفك أنت مسكينة فاقدة للبصر. أيه. وعندك مشكلة في الأعضاء ديالك في الترويض، وكتعيش في ظروف صعبة. وراني سمعت من طرف الأخت مريم من شاون أنك انخرطتي مع المجموعة ديال المكفوفين، وأنك الحمد لله صرت تحفظين القرآن الكريم. أيه. وتغلبتي عن أزمتك النفسية رغم ظروف العيش القاهرة، ورغم أنك تعيشين في مرتفع جبلي ومقطوعة عن الناس، ولكن المذياع والهاتف هو أنيسك. أيوة عمي الحمد لله، عمي الحمد لله، حيتاش تليفون أنا بحكة محفوظ، والحمد لله كان صمتكم حسنتوا مع عمي وشجحتوني، والحمد لله وخبق الظروف ديالي يعني النفسية ديالي مريطة بالحق. الحمد لله معكم عمي، الحمد لله ولله الحمد. لا إله إلا الله. الله يفرج عليك بنتي، الله يفرج عليك. ودابا شوية عم يحفظنا شوية القرآن تبارك الله. دابا نحفظ 30 سورة، ودابا أنا في 31 إن شاء الله. تبارك الله تبارك الله، الله يبارك فيك بنتي. آمين عمي. بغيتكم لأن آخر مرة كنت كلمت معك لقيتك يائسة ومكتئبة وحزينة جدا، وكأنك لا تعيشين في هذا العالم، كتعيش في واحد الجبل في باب الرد. منذ أن ولدتي لم تخرجي من ذلك المكان، فاقدة للبصر، وعندك مشكل حركة، الحركة ترويض في الـ في الـ في, الـ في اليد والرجل. لا إله إلا الله. الحمد لله عمي، دابا بديت كنفقد اليد والرجل ديالي ماشي شوية بشوية عمي، بديت نفقدهم لواحد الدرجة اللي ما تصورش يا عمي. الحمد لله. لا إله. وقالك تساقط الأسنان، هشاشة الأسنان. لا إله إلا الله. كيف دل... لا إله إلا الله، لا حول ولا قوة إلا بالله. فينا نضربني عمي في الشعر ديالي. الحمد لله ولله الحمد. إن شاء الله هذا القرآن سيكون لك علاج إن شاء الله تعالى. سوف يبدل الله دمك خيرا من ذلك الدم، ويبدلك الله لحما خيرا من لحمك، وعظما خيرا من عظمك، والشعر خيرا من شعرك، وسمنا خيرا من سمنك بإذن الله. آمين عمي. بغيت نقول لك واحد الحاجة عمي، الفضل كامل كيرجع لي لك نسينا لعمي الحاج طيب كريدان، وكيرجع للطاقم من راديون. أنتم اللي خرجتوني من هالمحنة وخرجتوني من هالدوامة ولله الحمد. أنتم الأسباب ديالي اللي لقيتني مع المجموعة هذه الجروبة عمي اللي كان حفظ فيها القرآن. الحمد لله. لا إله إلا الله. وبغيت عمي نعرض لكم واحد الصورة. إيه هاتي نعرض لكم الخواتم البقرة لك سبي إن شاء الله.
اياها بنتي نسمعوا لك الحمد لله. وحنا اول حاجه كان فرحانين بالتواصل ديالك لانك انت دستي بمراحل صعبه للغايه وبمشاكل كبيره، فقر ومرض وحصار، ومع ذلك لو انسان اخرى مقامك ربما فعلت في نفسها الافاعيل وربما فكرت في الانتحار، ولكن انت الحمد لله ببركه الايمان في القلب ديالك زدتي في نور على نور وصلاح في صلاح، واجتهدتي في حفظ القران الكريم، وهذا غيخرجك من جميع الصعوبات ويسح لك ما بابواب التيسير والرزق الحلال. تفضل بنتي نسمعوك. بغيت اول حاجه نبدا لكم بالصور القران ان شاء الله، وثاني حاجه بغيت عمي ان شاء الله بالنادي هذا للمحسنين، وفي الختام ديالي غنختمكم بالدعاء ان شاء الله. واخا بنتي تفضلي. نعم ان شاء الله في الدعاء ديالي بهذه الليله هذه مستجاب عمي، ولا اثر للاذاعه المستمعين كيسمعوني رجلي جدا معايا يقولوا معايا امين عمي. يا وهذه الليله راه مباركه، هذه ليله النصف من رمضان، هذه النصف من رمضان فالدعاء مستجاب باذن الله. لا لا الله بسم الله. اسمعوا بنتي تفضلي بنتي. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كلنا آمنا بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت عليها ما اكتسبت، ربنا لا تواخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم. صدق الله العظيم. تبارك الله عليك بنتي تبارك الله عليك، راك قريتي هذه الآيات خواتيم البقرة، راه كل القرآن نزل فوق الأرض إلا خواتيم البقرة نزلت ليلة الإسراء والمعراج في السماء العليا من غير جبريل، من الله تعالى إلى رسوله محمد صلى الله عليه وسلم دون وسط جبريل. لا إله إلا الله. السلام عن الحاج. نعم. بغيت انايا النادي عن الحاجة لاخوتي المحسنين والمحسنات اللي كانوا معايا في الاستماع عمي، يقدموا لي اليد المساعدة عمي، انا كنطلب الله تعالى وتبارك يلاقيني مع المحسنين عمي، انا محتاجة نعمل عملية لراسي عمي، عندي امل نشوف بعيني، وإلا ما كانش عمي الجود العملية بعيني واخا نعملها عمي غير ترويض اليد والرجلي، حيتاش عمي درت كنفقد الرجيلة ديالي ويدي درت كنفقدنا عمي. الواحد شنو نقول لك يعني، يدي ما بقاش يساعدني اللوض وما بقاش يساعدني التصوير وما بقاش يساعدني بزاف الحاجات عمي. لا اله الا الله. وكنتمنى اخوتي المستمعين انا كنبلغ لهم الرساله اللي هو عمي الحاج كريزه جالا عندي حتى البرنا وشافني بعينه وتغدى معايا يعني وقيلتي معايا عمي ونسينا عمي الحاج ياكد لهم ليا 100% باش يعرفوني اخوتي المستمعين. اياه بنتي شفت كل شيء بعيني يا بنتي اياه. لا اله الا الله. هادشي اللي كنقول، والحاجة الوحيدة عمي عاود اللي كنطلبها منك عمي، واخا لا ما ساعدونيش لها الترويض لها العملية لا راسي عمي، كنطلب شي محسن لا شي محسن عمي، واخا بقى قدم لي غير المساعدة غير 50 درهم في الشهر عمي نحفظ بها القرآن. أييه. كثيرة عمي كثيرة بزاف 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 ليلي أنا. حيتاش حنا أنا كنحفظ القرآن عمي ضروري خاصني نكون كنعبر على التليفون ديالي، أنا كنحفظ في التليفون. لا إله إلا الله. كنتمنى عمي الحاج كنتمنى اخوتي المستمعين والمستمعات اللي يسمعوني ويرحم قلبي مهليا ويلاقين الله تعالى وتبارك مع قلوب رحيمه يا ربي. يا ربي يا ربي. وما نكذبش عليك عمي الحاج انا بغيت نرجع نشوف بعيني، حيتاش علاش؟ عندي الصحة عمي وعارفه يجي واحد الوقت. اييه. فنقدر نفقد الوالدين ديالي عمي ونفقد الاخوت ديالي ان اخوتي بيتاخروا عند مولاة الناس. وانا عمي كنفكر التفكير اللي ما كيخلينيش يا عمي تنحفظ القران بالصعوبه اللي كنحفظ، ما كنفكر المسار ديالي كيف غيتاخر لي عمي ما نكذبش عليك، حيتاش انا كنعرف شي البنات المكفوفين معانا فقدوا الوالدين ديالنا عمي، والحمد لله ولله الحمد. لا اله الا الله. ما نتمنى عمي الحاج كنتمنى تقولوا برحينا معايا في السينما عمي الحاج.
ان شاء الله بنتي باذن الله. وكنطلب منك يا عمي الحاج دعم لي واحد الدعاء للاخت ديالي الله يرحمها الحبيبه. انا عمي العمي فات فقط الاخت ديالي فقط الخاليه فقط عمي والعائله ديالي كما كان فقط شي واحد من العائله ديالي عمي كان يبكي وكنقول بيجي وحمر ونفقد الوالدين ديالو ونفقد الخوت ديالي يا عمي كما فقدت الاخت ديالي عندها 20 عام. عندها 20 كنت صغيرة كنظن بقى لا اله الا الله. عندها 20 عام وبغيت فتاة عمي بغيت يعني نسلم للشيخ صحاباتي البنات ما في الجروبة عندي نجلس في الاذاعه كنسلم للاخت نجات من دار بيضاء كتقول لك عمل لها الدعاء والله يرزقها شي صوت شي زوج صالح وما الحجة الزهرة حتى هي والحجة عائشة من راكش والحجة أمانة الله وكنسلم على السي حسن من دار بيضاء والمجموعة ديالو فاطمة الدام واختها واختها رشيدة والمهم مجموعة كاملة فاطمة الزهرة من الرباط واختي خديجة والمجموعة بالجروب ديالنا كاملين عمي الحاج. قلتي الوزناء هاد الجروب مستأنسين الآن انتم مكفوفين ومكفوفات؟ لا عندكم واحد العلاقة قهوية واحد النسيج الاجتماعي بعضياتكم كيفاش؟ اصبحتوا بحال خوت بعضياتكم كتواصلوا وكيتخفوا الهموم على بعضياتكم. اياه عمي وكنسلم للاخ جواد هو اللي كيجمعنا في الجروب السي عبد النور هو اللي كيجمعنا وفاطمه من الواد امل الحتى هي كتجمعنا في الجروب عمي وكنحفظ القران شويه عمي والحمد لله ولله الحمد. لا اله الا الله بنتي الله الله يفرج عليك. كنسلم لهاد المجموعه كاملين ابا حسن ابا عمي الحاج وكيدعي كيطلبوا منك الدعاء ديك السيد حسن كيطلب منك الدعاء عمي حيتاش هو مرض مسكين. كانت هنا له الشفاء العاجل اقرب وقت وكندعي معكم المستمعين كاملين عمي الحاج داخل القاب الوطن خارج القاب الوطن كندعي معكم كاملين انتم عمي الحاج. بارك الله فيك. عمي مراتهم كاملين. شكرا لك بنتي. ودعي معايا عمي الحاج دعي معايا دعي معايا عمي الله يحنن القلوب ليا يا ربي. يا ربي يا كريم يا ربي يا كريم. دعي معايا عمي. شكرا لك بنتي شكرا الله يكمل لك الرجاء الله يحفظك ويرعاك لا حول ولا قوة إلا بالله. هاد البنية هذه العمر ديالها حوالي 30 سنة وهي هي فاقدة للبصر نشأت منذ سنتين في عمرها فقدت بصرها تقريبا كتعيش في الجبال جبال وعرة المسالك في منطقة الحسيمة ما برد اللي زار ديك المنطقة كيعرف بأن مسالك وعرة وأنها بالإضافة إلى فقدان البصر عندها مشكل الإعاقة في اليد والرجل كتلقى صعوبة كبيرة في التحرك ومنذ أن ولدت لم تخرج من تلك المنطقة عمرها ما خرجت لا ولا سافرت ولا أنيسها هو المذياع والهاتف والحمد لله تقضي وقتها في ذكر الله صيام النهار وقيام الليل وحفظ القرآن الكريم. عائلة فقيرة جدا مشيت عندهم زرتهم شفت الوضعية ديالهم فعلا ناس محتاجين للمساعدة. أختها اللي كنشوفها معها كتوانسية وياها أصيبت بمرض سرطان والمرض كان فظيع والعلاج كان عسير وتوفيت تقريبا السنة الماضية وكتعيش حالة من الحزن العميق ولا حول ولا قوة إلا بالله. ربي كريم بنتي إن شاء الله ربي غادي يفتح لها أبواب وأبواب وأبواب ديال الخير وأبواب ديال التيسير وإن شاء الله بيكون إلى الخير إلى الأمام. حفظك الله ورعاك الله وبارك الله فيك بنتي الوزنة الله يشافيك ويعافيك ويحمل عليك القلوب وربي سبحانه وتعالى رزقك رزقا حسنا ويكتب لنا وليك ولجميع المؤمنين مكاتب الخير. آمين آمين. في هذا اليوم المعظم 15 من رمضان فيه الدعاء مستجاب لا يرد. اللهم عجل بالفرج اللهم عجل بالفرج. قولوا معنا جميعا آمين 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 يا ربي يا كريم. ونتحول أيها الأحباب الكرام إلى الدار البيضاء مع للا فاتحة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله سي الحاج كيداير بخير؟ الله يبارك بنتي. كيداير مع الصحة رمضان كريم. بارك الله فيك الله يطول عمرك. كيداير الوليدات كل شيء بخير؟ كل شيء ولله الحمد والمنة. اللهم لك الحمد الحمد لله. أنا فتيحة من طرف عزيزة كيداير بخير هاني؟ أيا لا فتيحة عرفتك أختي عق أيا لا إله إلا الله لا إله إلا الله. كيف حالك يا لاله كيف بقيتي؟ لاباس الحمد لله. كيداير انت كيداير؟ الله يفرج عليك الله يفرج عليك والله يعوضك خيرا الله يعوضك خيرا مما ضاع لك ظلم ومحاكم
ما شاء الله، وربي وربي يسرك، ربي يسرك بنتي. الحمد لله بالفضل ديالك سي الحاج، بالفضل ديالك فضل الله عز وجل، فضل الله عز وجل. صعب جدا ان الانسان انه يحكم ظلما ويرمى به في السجن، ولكن ربي كبير، انت الحمد لله مؤمنه، وسيدنا يوسف نبي الله وربي عز وجل نصره، وقد وقع ما له ما وقع، وفي الختام اعطى الله مسك الختام. الحمد لله، اللهم لك الحمد سي الحاج، الحمد لله، الحمد لله فاتحه، اللهم لك الحمد، لا اله الا الله، الحمد لله والشكر لله. بغيت كادها معايا انا 15 يوم كلها كندير مع التليفون، واليوم نهار كبير، بغيتك دير لي واحد الدعاء لشي ذريه صالحه ان شاء الله. أنا يا ربي يا ربي يا ربي يا ربي، ربي كبير سبحانه، يا ربي الله الله يكمل لك الرجاء لاله فاتحه، انت طيبه وفيك الكرم وفيك النيه، ومظلومه ومكسوره الجناح، وربي بعد ذلك الله هذا الزوج ان شاء الله تعالى تعيشي مع حياه طيبه مباركه، الله يكرمك بذريه طيبه يا ربي. الساده المستمعين الله يجازيكم بألف خير، ويهضر معك وخلا، تفضلي تفضل تفضل سيدي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اهلا الشريف، كدير اخويا؟ نهار كبير هذا ود السيد، الله يعلي مقامك، الله يحفظك، الله يرعاك، الله يسعدكم، الله يسعدكم ويجعل زواجكم سعيد ويجعل زواجكم مبارك. امين يا ربي، ورزقكم الله الرزق الحسنه. الحمد لله اخويا، الله يطول عمركم مولاي، ومبارك هو شركه ود سيدي الحاج، بارك الله فيك اخويا، والله يعلي مقامك، الله يعطيك صحتك والله يخليك لينا، الله يدورك بنور الله، بارك ان شاء الله، جزاك الله الف خير ان شاء الله في هذا العواش يا ربي، يا ربي باذن الله يا ربي، الله يا ربي شكرا لك اخويا يا ربي، والله الا لقيناه شي في الساعه الاخير ان شاء الله، ان شاء الله في القريب العاجل اخويا، الله يطول عمرك، شكرا لك مولاي، شكرا بزاف، دير لنا شي الدعاء ان شاء الله ود سيدي الحاج، واخا خويا باذن الله، ونطلب نطلب من الساده المستمعين الله يجازيكم بالف خير ان شاء الله، الساده المستمعين في كل مكان راه كيتابعونا الحمد لله الحباب ديالنا في مختلف المدن والاقاليم المغربيه وفي القرى وفي البوادي وخارج ارض الوطن، الله يجازيكم بخير. هذا الكوبل هذا، هذا الزوج والزوجه فتيحه وزوجها، راهم ناس منتهى الطيبوبه ومنتهى الاخلاق ومنتهى الايمان، وقد وقع لهم الابتلاء الشديد، ومع ذلك عندهم سكينه في القلوب. طلبوا معنا واحد الدعوه ديال الخير، ربي يكمل لهم الرجاء، راه الدعوه. شكرا بزاف، شكرا لك اخويا، اسال الله العظيم رب العرش الكريم بفضله ومنه وجوده ان يؤلف بين قلبيهما، اللهم الف بين قلبيهما كما الفت بين الكتاب والسنه، اللهم يا ربي وانهم تعرضوا لبلاء شديد، اللهم ارزقهم رزقا حسنا، افتح لهم يا مولانا باب الرزق على مصراعيه، وارزقهم رزقا واسعا، رزقا طيبا، رزقا كثيرا، اللهم يا ربي يا كريم، وبشرهم بذرية طيبة، بشر أختنا فتيحة بحمل قريب، يا ربي أكرمها كما أكرمت زكريا على كبر، أكرمها كما أكرمت إبراهيم على هرم، ربي لا تدرها فردا وأنت خير الوارثين، ربي لا تدرها فردا وأنت خير الوارثين، اللهم يا أكرم الأكرمين يا رب العالمين، ارزقها ذرية طيبة، وبشرها في هذه الأيام بحمل قريب، اللهم عاجلا غير آجل، اللهم عاجل غير آجل، اللهم يا ربي وانصرهم على من عداهم، وارزقهم رزقا واسعا، واجمع شملهم، وألف بين قلوبهم، واجعل هذه الساعة آخر أحزانهم، يا ربي هذه الساعة آخر أحزانهم، وكل من قال آمين، اللهم ارزقه ما يتمنى عليك يا رب العالمين، قولوا معنا جميعا آمين، آمين آمين يا ربي يا كريم. لا إله إلا الله، محمد رسول الله، عليها نحيا وعليها نموت وعليها نلقى الله، اللهم لك الحمد يا رب العالمين أن بلغتنا رمضان، ولك الحمد يا رب العالمين أن وفقتنا للصيام والقيام، ولك الحمد يا رب العالمين أن وفقتنا لتلاوة القرآن، لك الحمد يا ذا الجلال والإكرام، الحمد لله الذي لا ينسى من ذكره ولا يضيع من شكره، الحمد لله رب العالمين الذي لا يخيب من قصده، الحمد لله رب العالمين الذي يجازي بالإحسان إحسانا وبالصبر نجاة وغفرانا، الحمد لله رب العالمين الذي هو رجاؤنا وثقتنا، الحمد لله
الذي سكن كل شيء لغيبته. الحمد لله الذي بعزته وجلاله تتم الصالحات. اللهم يا رب العالمين، يا عظيم السلطان، يا باسط الرزق، يا كثير الخيرات، يا واسع العطاء، يا دافع البلاء، اللهم الطف بنا أجمعين في ليلتنا هذه، الطف بنا في تيسير كل أمر عسير. اللهم الطف بعبادك، الطف بنا أجمعين في تيسير كل أمر عسير، فإن تيسير العسير عليك سهل يسير. اللهم يا ربي نسألك التيسير والمعافاة في الدنيا والآخرة. اللهم الطف بنا جميعا، الطف بنا فيما جرت به المقادير، اللهم الطف بنا فيما جرت به المقادير. يا مغير الحال والأحوال، غير حالنا إلى أحسن حال. يا مغير الحال والأحوال، غير حالنا إلى أحسن حال. اللهم يا قادرا على كل شيء، اغفر لنا كل شيء، وارحمنا برحمتك الواسعة التي رحمت بها كل شيء. اللهم يا رب العالمين، يا أرحم الراحمين، يا غفار الذنوب، يا ستار العيوب، يا قابل التوب، يا واسع المغفرة، يا من كتب على نفسه الرحمة، يا رفيع الدرجات، يا سامع الأصوات، يا مجيب الدعوات، يا رب العالمين، يا ذا الفضل والنعم، يا ذا القوة المتين، يا ذا العفو والمغفرة، يا من لا يضيع أجر المحسنين، يا من عنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو، يا من يعلم السر وأخفى ويعلم ما تكتمون، يا من له مقاليد السماوات والأرض وهو السميع العليم، يا من له الأسماء الحسنى، يا من له الحمد في الأولى والآخرة وإليه ترجعون، يا شاهدا غير غائب، يا قريبا غير بعيد. نسألك يا مولانا في هذه الساعة المتأخرة من الليل، والليلة ليلة 15 من رمضان، اللهم يا ربي يا كريم استجب دعاءنا. يا ربي كن من عنده حاجة في قلبه وضميره أنت أعلم بها، عجل له بالفرج. يا ربي كل من في قلبه حاجة خير، عجل له بالفرج. اللهم يا فالق الحب والنوى، اعطي لكل منا ما نوى. يا فالق الحب والنوى، اعطي لكل منا ما نوى. يا فالق الحب والنوى، اعطي لكل منا ما نوى وفوق ما نوى. اللهم انك تعلم ذنوبنا فاغفرها، وتعلم عيوبنا فاسترها، وتعلم امراضنا فاشفها، وتعلم حاجاتنا فاقضها، وتعلم اعداءنا فاكفنا شرهم. اللهم يا رحمن يا رحيم، ردنا إليك ردا جميلا. اللهم ردنا إليك وأنت عنا راض غير غضبان. اللهم يا رب العالمين، نسألك أن تفرج الهم عن المهمومين، وتنفس الكرب عن المكروبين، وتقضي الدين عن المدينين، وتشفينا مرضى المسلمين. اللهم من أراد ذرية طيبة تعجل له بالفرج، وارزقه الذكور والإناث، وبشره بحمل قريب. ومن أراد يا ربنا المال فارزقه رزقا واسعا، يا باسط ابسط له رزقك الحلال من غير تعب ولا مشقة. اللهم ابسطه عليه صبا صبا من غير تعب ولا كد يا ربي يا كريم. اللهم من عنده حاجة نفسه وضميره أنت أعلم بها، عجل بالفرج. اللهم عجل بالفرج، اللهم عجل بالفرج، بحرمة وبركة وسر بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد بن عبد الله القائم بحق الله. ما ضاق أمر إلا فرجه الله، ما ضاق أمر إلا فرجه الله، ما ضاق أمر إلا فرجه الله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.